صدق الله وبركاته. كيف حال يا أخي؟ الحمد لله بخير وأنت؟ الحمد لله. أنا أقول ما وعيت المطلوب، هل أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. قدرت حتى بالصف الرابع من الابتدائي. قبل الاتحاد هنا أين كنت تدرس؟ كنت أدرس بيئة المدارس في قريتي. ولماذا أتيت الجامعة السلفية؟ لأني أريد أن أتعلم العلوم الدينية الصحية، وأن بيئة